زي ديما مباراة ودية ما نحكيوش عن تيجي نحكيو على المردود اليوم شفنا روتيسون الافكتيف كبيرة صارت دونك الخلاصة نتاع المباراة الفنية ذي اللي طال فني على شنو على واش على شنو بحث على شنو حاب يصلح اول حاجة في معنا عندنا دي ديفيكولتي تيلي شوية حابين نجربوا اكثر حاجة حابين نجربوا بليل كوتي دروا الى دوني ساتيسفاكسيون عندنا ملاعبية صغار اللي قاعدين يكونفيرميو فما كاليتي في الجروب نتاعنا يلزمنا شويه وقت عملنا ماتش باهي انا على خاطر الادفيرسير نتاعنا دو كاليتي اون مال ديبيتي لو ماتش مي كملناه بالكدا وعدلنا مالغري معناها اللي عندنا ادفيرسير قوي قدامنا لي زوبجيكتيف نتاعنا في الماتش هذايا معناها باش ندوروا برشا ليفيكتيف باش يلعبوا برشا ملاعبيه وحاولنا نرجعوا لاسعد نعطيه اكثر وقت شناحي دخلناه زاد اعطيناه شويه وقت ان شاء الله باش الجروب الكل يولي معناها كومبيتيتيف وتبدا عندنا برشا شويه ان شاء الله فيزيكمون وي حتى البريزم تاع البطوله يبدا حاضر يرجع يلعب ولا مازال شويه لا نورمالمون يكون حاضر نورمالمون قاعد يخدم مليح ابا الماتش هذا فما دي ماتش ميكو معناها مع دي زيكيب معناها ديفيزيون 4 ولا ديفيزيون 3 اللي يبداو ماهوش كومبيتيتيف نعملوا فيهم سبيسيالمون للي جوار هذوما الاسعد الابراهيم للملاعبين اللي ناقصين ماتشوات باش ان شاء الله دي سي ريبريز تاع الشامبيون يبداو جاهزين ويعاونونا ان شاء الله شوف الملاعبين كيما غازي غلعب اليوم شهيب لعب سيرتو بسام اصرار في يعني يلعب ماتش كامل في الجهه اليوم اليوم نحب نعرف كلمه على الجوار هذايا بسام ان جور تالنتيو الماتش دو بروغريسيون تاعو كبيره برشا ينجم يمشي لبعيد قاعد يخدم مليح الحاجه الباهي قاعد يخدم وسخي في القاع ماهوش من الملاعبيه اللي لا بالعكس سي ان جوار اللي يعرف اللي عنده دي كاليتي مي قاعد يخدم برشا بور كونفيرمي مش اليوم برك لعب حتى في ماتش كافس لعب من الاول عندنا دي جون جوار اللي نجموا يعاونونا ما لعبوش على خاطرهم صغار اللي لعبوا على خاطر عندهم لي كاليتي وان شاء الله مستقبلهم خير برشا من الحاضر نتاعهم تو بليسير نتاعو غراف سي فوزي ولا مازال باش نعمل تصوير يكوى خاطرك يخرج هشام لا نورمالمون لاباس على خاطر عليه الحديث الجمعه هذه هشام في ما ترانيش ولا المدرب يعني نحام لونترينمون يعني كنت وضحنا نحكيه كيفاش في حد شيء حاجه هشام سافر رجع روتار شويه معناها حاجات روتينيه ما لا طردوا لونترينمون ولا حتى شيء فما عقوبات يمكن ماليه باش ياخذوها ما هشام في الجروب معنا وموجود وما عنده حتى ادنى مشكل مع المدرب وما طردوش المدرب راه جوست واحد جا روتار غاب معناها على دو سيونس ولا تروا سيونس حكى معاه وقفوا وامور اداريه وروتينيه عاديه Orange.